صلوا صلوا على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحة يا رب. اليوم ان شاء الله ما قدرتش ما نديش لكم الطلب ديالكم، طلبتوا البغرير والحرشة نزلتهم لكم بجوج، كيطيبوا في اقل من ساعة صراحة، زوينين جوج طباسل تبارك الله. شوفوا شحال عامرين. بالنسبة لهذا كتخرج 16 حبة ديال الحرشة، والبغرير ما حسبتوش. المهم نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. غادي نبداو على بركة الله. عندنا في المقادير عندي جوج بيضات، عندي كاس تاع الكوك وكاس الزيت، المهم العبار بكاس العنبة ولا الكاس اللي عبرتو به عبرو به كلشي، يعني ماشي بشرط يكون كاس العنبة، المهم غير نفس الكاس يكون، ماشي دوك الصغيورين تاع اتاي، هادو شي شوية كبر من ديال اتاي. وعندي كاس لاروب ديال السكر سنيدة، واللي بغى يدير كاس يدير كاس. وعندي كاس دانوت الفاني وجوج خمارات وفاني وحده، ولا نص مبقشور الحامض ولا قشور الليمون باش ما بغيتو. وعندي واحد المعلقه ولا جوج معلقات كبار ديال الجنجلان. وعندي بطبيعه الحال 3 كيسان ونص ديال السميده الرقيقه الخاصه بالحلويات، ها هي اللي كنديروا بها البغرير وكنديروا بها. هذه اللي كنت خديت معكم اللي حطيت في التقديه، الاغلبيه بغاو التقديه تبقى تنزل. المهم انا دابا راه تقديت كاس لاروب ديال سنيده وجوج بيضات. المهم حتى ساعه المقادير راه قليله في هاد الحرشه وكتجي زوينه وكتجي معلكه. وغنحط واحد شويه الفاني، هاد الفاني راه زوينه من الاحسن تبقاو تاخذوها البنات. هاد القرعه راه كدير 20 درهم تقريبا، راه عندي دابا تقريبا من شهر 4 قولو ديال داك العام، راه غتكمل دابا تقريبا عام، حيت كندير غير شويه وكتعطي واحد الريحه فنه، لا في الكيك ولا في اي حاجه استعملناها كتعطينا واحد الريحه زوينه. وكما قلت لكم الاخوات بغاو التقديه وبغاو التقديه، بغاو التقديه ديال المرجان وتقديه الخضرة. بالنسبه للخضره دوك نحطها مره في الشهر، ملي نتقدى في الشهر مره واحده، المره الاولى غنحطها ونعطيكم افكار على الخضره شنو كاين وشنو نقدروا نديروا وصافي. بالنسبه ل 15 يوم الثانيه نفس الخضره غتبقاو غير تبدلوا صافي، والتقديه ديال المرجان ولا مهم اي قنت مشي تقديت منه راه غنبارطاجيها معكم ان شاء الله. غادي نطرب هذاك البيض مع السنيده. الفرن شعلته درته على 100 تقريبا 200 درجه، شعلت الفوق والتحت يسخن مزيان، وغنشعل عليها الفوق تحمر نعاود نشعل عليها التحت. نزيد هذاك الزيت كاس العنبه الزيت، وغادي نزيد داك دانون ديال الفاني. مسكين بعض الاخوات ما كيبغيوش دانون، ممكن تعوضوه بكاس الحليب، ولكن راه كتجي زوينه، راه ما كيجي بين فلا دانون لا كوك، هي جربوها حيت كاين اللي ما كيبغيش الكوك، بالعكس راه كيجي مخير فيها. كاس ديال الكوك. دابا غادي نزيد السميده، كاس اللي عبرت به نيت الكوك نزيد به السميده، واحد جوج ثلاثة ونص، وغادي نزيد خمارات جوج، كل وحده من فئه 7 غرام، يعني المجموع 14 غرام. انا راه كنشري كما قلت لكم ديك الكرتونه الكبيره، يلا تسالات ليا حتى نمشي نتقدى ان شاء الله، الا مشيت لاطاك هذا ونجيبها، حيت انا كنجيو لاطاك هذا وهي والشكلاط. واحد الاخت سولتني على الشكلاط كيطلع رخيص، كناخذ كيلو ب 30 درهم احسن من داك المربعات الصغار. نحيدو هذه، غادي نبدا نخلط بيدي حيت ما كاين احسن من اليد الصراحه. صافي غادي غير نخلطها ونحطها واحد تقريبا واحد 5 حتى 6 دقائق، حيت السميده كتشرب واحد الشويه غير تشرب، ونبدا نقاد فيها كويرات ان شاء الله. البنات نسيت ما درتش الزنجلان، شفتوا على الاقل تعرف واحد المعلقه ديال الزنجلان نديروها في الاول ملي تكونوا كطلعوا في البيض، ملي كتكونوا كتخلطوا في البيض. نحاول ندخلها هنا، الزنجلان زوين اللي عنده نافع اللي عنده حبه حلاوه كاع هادشي تزيدو كاع هادشي زوين. صافي دازت تقريبا 6 دقائق، غادي نجيب طبسيل فيه السميده رقيقه، وغنجيب واحد الطبسيل صغير بالنسبه للبنيات اللي ما كياخذوش العبار ياخذوا بهذا احسن باش يجي كلشي قد قد. غادي نحط هنا غير باش نوريكم، غادي نجيبها هكا، هي راه كتكون شويه مرخوفه ما تقصعوهاش، ونديروا العبار اللي عطيتكم. غادي نجيب هذاك الطبيسيل، نجيبو هنا
نسوسو هنا كاع انا هنا شوف غنخليها هكا هكا غادي نعرف انها غادي يجيوني كلهم تقاده وحده. نعاود معكم حيطه اخرى ندير هنا نعاود نديرها هنا نسوسها هنا. انا راه قرصتها البارح جاتني كبيره ورقيقه الا خليوها هكا على حساب الا كان جاينا شي ضيف ولا تحط. انا راه حيت غلط الدار البارح كنتها كبيره ومشتة هاد هذا هو قياسها يجي بحال هكا وما تجيش مقرصه بزاف. انا البارح راه وركت على بيدي كما شفتوا رجعوا شويه كبارين. غادي نبقى غدا هكا حسن نكمل الكميه اللي عندي كامله وندير هاد الطيف في الفران وندوز نخلط البغرير باش تشوفوه معايا ان شاء الله. دابا غادي ندوز البغرير غادي ناخذ المدافي غنعبر ثلاثة الكيسان اونص العبار بنفس العبار اللي عبرنا به اللي غتعبروا به الطحين والسميده غتعبروا به الماء. ثلاثة اونص ثلاثة الكيسان اونص ماء دافي. غادي ندير شويه الملح. هنا عندي معلقه كبيره ديال الخميره درت المعجونه حتي اللي عندي ومن الاحسن ديروا الفوريه مهم اللي متوفر. انا كتعجبني ديك الفوريه ما كديرش الريحه فيه كتبقى الحاجه ما كتوش فيها الريحه ديال العجينه بحال هادي. وعندي كاس تاع دقيق الفورس اللي هو 100 غرام وغادي نعبر جوج كيسان ديال السميده بنفس الكاس الثاني. انا كنعبر بزلافه مهم عبرته بزلافه نفس العبار عبرته بالكاس نفس العبار. ها الكاس الاول ها الكاس الثاني جوج كيسان السميده وكاس الفورص وثلاثه الكيسان ونصف ديال الماء ياك. وغادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده ها هي معلقه صغيره هذه هذه غير معلقه صغيره شتو. غنطحن هاد هاد الخليط اللي عندي ونرجع معاكم باش نزيدو الخميره. هيا من بعد ما طحنت داك الخليط غادي نزيد عليه جوج خميرات. بالنسبه لدابا حيت كاين البرد غنديرو خميره كبيره عاشقتي الخميره. ملي يكون الصيف غنديرو غير عاشق صغيره راه ما كتجيش باينه في كاع بنت الخميره زعما ولا كيجي زوين. نطحنها ديما خليوها هي الاخرى. بالنسبه للماء اللي خلطت به البغرير راه دافي. ها هو الخليط كيكون على هذا الشكل العبار اللي عطيتكم ديرو والبغرير غادي يصدق لكم ان شاء الله. درت المقله كتسخن دابا غادي نبدا نطيب. بالنسبه للحريشات طابو من الفوق هبرتهم لتحت وطلعت الاخرين يطيبوا دابا نطلقوا ان شاء الله. من يطيبوا نطلعوا من يطيبوا ان شاء الله نوريهم لكم الفران. هما التحتانيين شوف شحال كيجيو زوينين والاخرين ها هما تيتشقوا. ها هو البغرير حطيت الاولى. بالنسبه للمقله تكون مقله خاصه بالبغرير تكون زوينه ما كتلصقش هذا واحد النوع ديال الطيفان. العافيه انا غنوريكم ملي غنهز هذه نوريكم العافيه كبيره. انا ما تندخلها لا الماء لا والو كان ما كنصحها ما والو ما كنعاودش زعما نشللها بالماء ولا كيف كندير البغريره كنهزها. انا غندير قدامكم بغريره. بالنسبه للمقالي ديال الكريب راه ما كيصدقوش البغريره عندي جوج ملي كندير في البغرير ما كيصدقوش. هذه داك اللي كنت خديت من اسواق السلام كنت شاركتها معكم. صافي غنهز البغريره كما كتشوفوا خفيفه لكم العافيه العافيه متوسطه. غنهز المقله وعاد ندير البغريره ما نديرش البغرير هو العافيه. بسم الله صافي غير كنحطها ما كندوزها لا بالمغرف لا بوالو حيت الخليط شويه سائل ما كاينلاش نبقى ندير له هكا. كي كنحطها تبارك الله كتثقب. قلت لكم اي وحده غتجربوا بعينها مغمضين غير الزقلة الا المقله بحال المقله ما تسلقش ولا وزعما هذا راه اسهل بغرير ممكن توجديه. هذاك اللي تنخليه يخمر تكون فيه الخميره ناقصه ولكن هذا اختي مسربي بالنسبه اللي غادي يجيو عنده الناس هذا راه مسربي. سمحوا لي انا بعض المرات كيجيب لي الله كنهضر مع شي وحده واقفه حدايا وحق الله كيك اختي زعما راه شي وحده واقفه كنهضر معاها وربي اللي عالم وشاهد. انا حاسبكم خواتاتي ربي اللي عالم. غنعاود معكم وحده اخرى. هز المقله العافيه ما مهيله ما مجهده بين وبين نحط البغرير صافي ما ندوز عليه بالمغرف لا بوالو.
انا راه كنت خديت مقله نوريها لكم، ها هي ديال البغرير زعما خديتها ب 50 درهم نيت. هي ما كتخسرش البغرير، مع اننا كتبقى تلصقوا ليا، كنبقى لاقيه معاها واحد، كندير معاها مجهود باش نهز البغريره منها. هذه زعما زوينه 100 درهم وما خساره فيها، زوينه. كنتمنى واحد الاخت سميتها هدى كتسكن في الديار البلجيكيه يصدق لها البغريه، لان قالت لك كيصدق لها مره في 30 مره. كنتمنى هاد البغريه يصدق لك اختي هدى. واحد الاخت في ايطاليا هي ما كيصدقش لها البغرير، حفيظه، كنتمنى هي يصدق لها البغرير. صافي انا غنكمل داكشي اللي بقى عندي، بقيت كندير معاكم شويه. لهبت لي الحريشه البنات، ها البغرير ساليتو تقريبا قل من ساعه فاش وجدت هاد كله الا كان كيبان لكم، ها انتم كما كتشوف كيبان لكم لتحت، ها يدي ملي كنحيدها كتبان كله، ما كاينش شي وحده زعما اللي جات غليظه ولا، كله هكا جا. انا نوريكم اللي تمن ديك الصغيره، واحد الوحيده صغيره كتشيط هي هادي، ها هي جات ها الكميه اللي عطاني، ها هي هادي كلها اللي عطاني. وبالنسبه للحريشات ها هي الويطه الاولى، وريكم الويطه الثانيه اللي غفلت عليها، غير تحمرت ولكن جات زوينه ما تحرقاتش. وما نطلق معكم في الشكل النهائي ان شاء الله ديال هاد الاطباق. كما كتشوفوا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال الحريشات، تبارك الله طويل وعامر نيت. والبغرير ما دهنتوش حيت باقي عندي البغرير البارح، بالتالي مبغيتش نخسر هذا داكشي باش ما دهنتوش هكا ملي قدمته. انا البغرير ما كنخزنوش في الفريكو، كيشيطوا شي حاجه هذاك من الكميه، بقى لي منها البارح النص وبقى لي النص تاع هادي. دابا هادي غنديرها في البواطه وغنطرفها، وهذا غادي ديال البارح غادي ناكلو ان شاء الله اليوم في كاسكروت، وهذا غنخليه للغدا. ما كان ملي كنبغي نسخنو ما كنسخنوش على جوج الوجوه، كنسخنو غير على هاد الوجيه صافي، كنسخنو هكا وكندهن. المهم كنتمنى نكون لبيت لكم الطلب ديالكم، وكما قلت لكم الا احترمتوا المقادير راه اكيد غيصدق لكم والمقله تكون زوينه. وبالنسبه للحريشات راه كيجيو اكثر من رائعين كما كتشوفوا، هشاش ما كنديرش شي جهد باش نقسم زعما الحرشه ولا، راه طيبه من التحت محمره، طيبتها في الفران ديال الضو. المهم شي حاجه على قد الجيب واقتصاديه وتنفع وليداتنا في المدرسه، وتلا عيطت لينا شي صديقه عزيزه وما كان عندنا والو في الدار، علمات فين توصل للدار عندك، حيت اكيد غتقولك في التليفون الو انا جايه عندك واش كاينه في الدار، علمات تجي فين توصل للدار غتكونوا وجدتوا هذا الشيء. ديروا الحرشه كطيب وتخلطوا البغرير، يدكم في البغرير وايدكم وعينيكم على الفران باش ما تحرقش ليكم. وكنتمنى الحلقه ديال اليوم تكون عجباتكم، وما تنساونيش من اللايك ديالكم، واللي عجبته الوصفه يبارطاجيها مع الصحاب ديالو ولا الحباب ديالو باش تعم الفائده على الجميع. وخليت لكم الراحه وفي امان الله.